هاي. أول ظهور للحفلات الموسيقية كان بالقرن السابع عشر وبلش داخل الجامعات الأوروبية مثل أكسفورد وكامبريدج. أما أول حفلات عامة بلش الموسيقى جون بانستر وصار يزيد جمهوره مع الوقت لتوصل لشكل الحديث بعد الحرب العالمية الثانية. بحسب موسوعة جينيس، حفل رود ستيوارد على شاطئ كوبا كابانا بالبرازيل سنة 1994 هو الحفل الموسيقى المجاني يلي شهد على أكبر حضور بالتاريخ، وصل ل 3,500,000 شخص. أطول حفل موسيقى بيقدمه مجموعة فنانين كان سنة 2017، امتد ل 437 ساعة 54 دقيقة و40 ثانية، وهو إنجاز الكنديين كيفن كير، شين أمسترونغ وأبيدميك ميوزيك جروب، احتفالاً بالذكرى 150 لكندا. مين قال إنه الياباني جوني كيتاغاوا هو صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الحفلات الغنائية لشخص، وهو 8,419 حفل بين 2000 و2010؟ أنا قال، بشوفكم بكره.